طيب معانا لاعب على طريق. هاتف الاستاذ اسلام عثمان، عضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي، واللي رافق تومير في زيارته، وايضا اللي كان مقرر يسافر للمشاركه في تنظيم كاس العالم. مساء الخير يا اسلام. مساء الخير يا فندم، تحت اخبار حضرتك ايه؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. ده شرف ليا والله، يعني قامتين بنتعلم منهم كل حاجه، نتعلم منهم حب الاهلي وعشق الاهلي قبل اي حاجه تانية. الله يخليك، قول لي يا شكرا. اسلام، الراجل ايه قصته بالظبط؟ تومير هو قائد المشجعين بتوع منتخب البرازيل، اللجنه المنظمه بتاعت كاس العالم وكاس العرب قبلها في 2021، كانت اختارته، يعني اختارت مجموعه من المشجعين على مستوى العالم وصلوا في البرنامج اللي هم كانوا عاملينه، حوالي 410 قائد مشجعين على مستوى العالم، كان منهم تومير ومنهم لعبد الله ومنه كذا حد من الناس اللي على مستوى العالم، يعني علشان يبقوا هم حلقه الوصل ما بينهم وما بين الجمهور بتاع الدول بتاعتهم يعني. فتومير هو اصلا والده لبناني، فهو بيعشق الحاجات العربيه كلها. ايه هنا هو مصر ترانزيت، هو اوريدي خلاص مسافر قطر، فمن يعني في الطريق بتاعه قال هعدي على مصر ترانزيت 16 ساعه، اختار الرحله بتاعته تبقى 16 ساعه ترانزيت في مصر علشان ينزل يشوف الحاجات الاثريه اللي في مصر. واول حاجه عملها نزل من المطار، يعني وصلت الطياره بتاعته الساعه 7:05، الساعه 8:30 الصبح كان في النادي الاهلي. اول حاجه عملها قبل ما يروح اي حاجه تانية، يعني هو طلب يطلع من المطار يروح على النادي الاهلي اول حاجه. الحاجه الكرويه اللي هو نفسه يشوفها هنا هو في مصر، النادي الاهلي اللي هو نادي القرن اللي بيسمع عنه ده، عايز يشوفه. وهو في هو بيقول لي انا بحب النادي الاهلي وبعشقه، بس عندي حاجه واحده بس هي اللي مضايقاني فيه. قلت له ايه؟ قال لي ما غلبش كورانثيانز بتاع البرازيل في 2012. كان نفسي كنت بشجعه وكان نفسي يغلبه عشان هو بيشجع ساو باولو. فهو دي الحاجه الوحيده اللي مضايقاه، ان الاهلي ما غلبش كورانثيانز. فهو جه النادي الصبح اتفرج على دولاب البطولات، كان مبهور بيه طبعا. كان عايز يقابل برونو سافيو بس دور البرد اللي عنده منعه. ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ يعني طبعا بالتواصل مع حضراتكم، يعني اسفين طبعا على ان احنا صحيناكم من النوم النهارده، لا لا ولكن يعني ده عهدنا بيكم يعني، وحضراتكم ما بتتاخروش عن اي حد في اي حاجه تخص النادي الاهلي. كابتن سيد كتر الف خيره يعني، ساب التمرين في بدايته جه مخصوص عشان يقابل الراجل، وطلع رحب بينا بكل ود واحترام يعني، ده حاجه نشكره عليها يعني. زار الأهرامات وزار المتحف المصري مش كده؟ زار، خلصنا في النادي الأهلي طلعنا على المتحف المصري والحي القبطي في مصر القديمة، والأهرامات الأهرامات وأبو الهول، وكان حد من المشجعين الأهلوية الكبار يعني المحترمين محمد معروف يعني باسم مومي عندنا في المدرجات بتاعت الأهلي يعني، قرر لما عرف ان هو الراجل جاي قال لي والدتي هتعمل له اكل مصري ويجي عندنا البيت. هو بيته لازق تقريبا في الهرم يعني، من الشباك عنده هو اقرب بيت للاهرامات هناك. فهو الراجل جه اتغدى بعد كده في بيت موميا صديقنا يعني الاهلاوي. خلصنا وطلعنا بعد كده على خان الخليلي، وطلعنا على راح اشترى شويه حاجات كده يعني. بس يعني هو الراجل كان اول حاجه الاهلي، وبعد كده ختم زيارته من شويه كده هو اتحرك على المطار يعني، طيارته الساعه 11:30. نتمنى تنشيط السياحه الحقيقه في فتره كاس العالم، لانه اكيد في كتير من جماهير المونديال هيكونوا مهتمين ينزلوا القاهره. جدا جدا يعني الموضوع، يعني هو الراجل في فيديو 47 ثانيه اللي هو عمله في الفيديو ب 47 ثانيه، اللي هو المتابعين بتوعه حوالي 250 ألف يعني ربع مليون متابع. الفيديو 47 ثانية ده لو احنا هنيجي نعمله بصيغة التجارة يعني، ده يدفع فيه ملايين. الراجل ده فعلا في 47 ثانية لأنه بيخاطب الجماهير اللي جاية بكل لغتها يعني، الجمهور لما يشوف واحد زي ده بيتكلم بالطريقة دي عن مصر دي تساوي فلوس حرفيا يعني. وفي قطر الكارت اللي هو زي الفان اي دي عندنا اسمه كارت هيا،
ده بعض الدول زي السعوديه مثلا عملت ايه؟ قالت والله اللي معاه الكارت ده، اللي معاه البطاقه بتاعت المشجعين دي وداخل قطر، ممكن يجي عندنا من غير ما يعمل تاشيره مسبقه ومن غير ما يعمل الاجراءات اللي بتتعمل دي كلها، ويدخل يعمل عمره، يعمل سياحه، يعمل كذا. دول زي عمان، كذا دوله من الدول بتاعت الخليج. فنتمنى ان احنا يعني حاجات زي دي يكون تستخدم تنشيط بطريقه سياحي فيها كويس. تنشيط طبعا قوي طبعا. جدا طبعا. اسلام احنا بنشكرك شكرا جزيلا. الله يكرمك يا فندم، وشرف ليا ان انا ابقى موجود على مش قناتنا بقى، ده بيتنا يعني، بيتنا الكبير يعني. ويا ريت يا اسلام بقى، التجربه بتقول انها فكره حلوه جدا وبسيطه وغير مكلفه، ان نعم. كنت تعملوا توسع الجروب بتاعك والجماعه بتاعتك وتعملوا حاجه كده في حب مصر، وتتواصلوا مع شباب العالم وتدعوهم ان يجي مصر. احنا يشوفوا عملنا كده مصر. فعلا النهارده كابتن عدلي، يعني النهارده عملت معاه كذا فيديو، دعينا فيهم الجمهور اللي هو بيخاطبهم كله ان هم يجوا مصر ويشرفونا ونكون في خدمتهم في اي وقت، وعملناها كذا مره يعني، حتى مع اللجنه المنظمه لكاس العالم لما كانوا بيطلبوا من قاده المشجعين فيديوهات، قررنا مره ان احنا نعمل الفيديو عند الاهرامات، لما طلبوا حاجه من كل دوله كل واحد كان بيروح حته مميزه عنده، فاحنا رحنا عملنا فيديو مخصوص عند الاهرامات عشان الناس تيجي تشوف مصر يعني. انا اتمنى يا اسلام، الفكره تبدو يعني مبالغ في هذا الحلم، ولكني متاكد انه ممكن نوصل لها. لما ملايين الشباب احتضنوا هذا الامر وانتشروا واحتضنوا الفكره وتواصلوا مع شباب العالم، كل واحد في الحته اللي تعجبه يعني. صحيح. ولو كل واحد خاطب اسره، ها؟ نعم. هيبقى لنا ملايين الاصدقاء على مستوى العالم، ويجوا هتتعمل نهضه سياحيه يا ولاد، انتوا مش متخيلينها، ممكن تبقى بيزنس ليكوا. ده ممكن يبقى شغل ليكوا، يعني اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، وحاجات بسيطه جدا. وانا رايي يعني ابتدي اعمل جمعيه ولا اعمل حاجه، انشر على مستوى ملايين الشباب ازاي، لان السياحه تاتي من ثقافه الشعب. اذا كان الشعب صديق ومحب ومهتم ان يبقى له اصدقاء من العالم، هنا الصحفي هيجي يشعر انه في بيته ويشعر بالامان. صحيح. صحيح السائح جدا يعني. السائح عايز هذا الشعور، فيا ريت يا ريت نحتضن الفكره دي وننميها يعني. انا مش عايز انسى بس حاجه مهمه يعني، تكمله لكلام حضرتك، الناس اللي بتستقبل السائح ومعاملتهم ليه دي بتفرق معاه 180 درجه طبعا. يعني انا لا انسى. ما بالك بقى ده لو جاي لك انت ضيفك هتعمل معاه ايه؟ بالظبط. طيب يعني ده انا بقول لحضرتك يعني، كان معانا النهارده مرشد اسمه هيثم اسماعيل، كان مرشد الاسباني، والسائق المحترم اللي كان موجود من شركه السياحه، الاثنين قمه في الاحترام والادب والاخلاق. وسعه الصدر، ويعني تمير زي ما انت شايف كده، هو ايه يعني، هايبر جدا وانرجيتك جدا، وهو بيقول على نفسه انا مجنون، يعني انا مجنون كوره، فهو ما يعني طبيعته كده. فهو عشان تعرف بس تخليه يعني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل او الرولز اللي انت حاططها له، مش سهله يعني. هو عايز ينطلق، بس انت لا، ليك ليميتس معينه. فقمة الاحترام من المرشد اللي كان معانا، بيتكلم باحترام، شاب محترم. فدي وجهة كويس يعني، وجهة للناس هنا في مصر. يا ريت ان احنا كمان ده يبقى ثقافة عامة عندنا كلنا يعني، ما حدش يضايق الناس اللي جاية، ما حدش يتعامل معاهم. اشتغلوا مع بعض هتوصلوا لها. بالظبط. الجروب ده سبحانه وتعالى، الجروب ده ممكن خلال سنة يوصل ملايين. صحيح. المجموعة دي حطوا لها اسم واكتبوها دعوة وتواصلوا مع بعض وانطلقوا بإذن الله سبحانه وتعالى. واحنا النواة بتاعتها حتى القادة بتوع المشجعين اللي على مستوى العالم، اللي احنا تعرفنا عليهم في كأس العرب، واللي معانا لغاية دلوقتي على تواصل، اللي هيروحوا كأس العالم دول كلهم يعني، ممكن نعمل لهم دعوة يشرفونا في مصر لو حد يتبنى الدعوة. لازم تشتغل من خلال هيئة تنشيط السياحة يا اسلام، لازم مع هيئة تنشيط السياحة توفر لك آليات كتيرة ان شاء الله. يا ريت توفر لك ماتيريال. لكن انت لو كل واحد يا استاذ ابراهيم عمل صديق بره. لا انا بقترح طبعا. انا بقترح من عند حضرتك، من على المنبر ده دلوقتي، القاده بتوع المشجعين دول كلهم، كل واحد فيهم وراه ملايين المتابعين يعني، هم تم اختيارهم بعنايه اصلا،
ان هم يبقوا في الفان ليدرز من اللجنه المنظمه بتاعت كاس العالم، عشان كل واحد فيهم مؤثر في بلده. فالناس دي كلها كل واحد فيهم انت مش محتاج غير ان انت وراه جمهور كبير مثلا، دي مفاتيح وراه جماهير كتيره طبعا. يلا يا اسلام ورينا همتك واحنا معاك وكل حاجه توصل لها احنا مستعدين يعني نعمل عليها دائره ضوء عندنا هنا. انت يعني ده يبقى شرف لينا، وده دورنا كلنا ان احنا نساعد بلدنا في اي حاجه ان شاء الله. شكرا جزيلا. تحت امر حضرتك. شكرا اسلام عثمان، عضو الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. واديكم شايفين حجم النشاط وحجم الحماسه الشبابيه اللي عنده كل واحد بيحب بلده وعايز يخدمها باي صوره. لما تجيب واحد زي كده قائد مشجعين يعني وراه مؤثرين او جماهير كتيره بيأثر فيهم، يعني استاذ ابراهيم يعمل لهم فيديو زي كده وهو في الاهرامات وبيغني بلغتهم وبيقول لهم تعالوا هنا، هي دي مصر يا جماعه، وهي دي خدمه البلد بجد.